السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة سنة تالتة، هنراجع مع بعض أسلوب النهي. أول حاجة عاوزين نفتكرها، إيه هو أسلوب النهي؟ أسلوب النهي هو طلب عدم فعل الشيء. يعني إيه طلب عدم فعل الشيء؟ أنا بطلب منك إنك ما تعملش الحاجة دي، أنا بطلب منك إنك ما تعملش الحاجة دي، الحاجة دي ما تعملهاش. طيب أسلوب النهي بقى بيتكون من إيه؟ لا إن هي زائد الفعل المضارع. بيتكون من ايه اسلوب النهي؟ لان هي زائد الفعل المضارع، بيبقى على صيغه لا تفعل مع المذكر. لو انا هكلم ولد وعايزه انهيه عن فعل شيء معين بقول له ايه؟ لا تفعل. لو انا هكلم ولد هقول له لا تفعل، يبقى مع المذكر بيكون على صيغه لا تفعل، مع المؤنث بيكون على صيغه لا تفعلي. يبقى انا لو هكلم ولد هقول له لا تفعل، لو هكلم بنت هقول لها لا تفعلي. يبقى تاني، انا عندي اسلوب النهي هو طلب عدم فعل الشيء، انا بطلب من الشخص عدم فعل الشيء، انه ما يعملش الحاجه دي. لو انا هطلب من ولد هقول له لا تفعل، لو انا هطلب من بنت هقول لها لا تفعلي. تعالوا كده نشوف مثال. لا تهمل الواجب. لو انا هكلم بنت هقول لها ايه؟ لا تهملي. لا ترفع صوتك. لو هكلم بنت هقول لها ايه؟ لا ترفعي. طيب تعالوا بقى نحل مع بعض. هنا مديني مثال عاوزني استخدم اسلوب النهي. قلنا اسلوب النهي بيتكون من لا زائد الفعل المضارع. طيب عمر يرفع صوته، هنقول له ايه؟ لا ترفع صوتك. هنا عملناها على صيغه لا تفعل لان عمر ده مذكر. طيب ايمن يسرع في الطريق. ايمن ده مذكر، يبقى هنقول ايه؟ لا تسرع في الطريق، هنقول له لا تسرع. طيب ماجد يهمل في الدرس، هنقول له ايه؟ ماجد مذكر، يبقى لا تهمل في الدرس. طيب لو بنت هنقول لها ايه؟ لا تهملي. محمد يلعب في الشارع، محمد يبقى هنقول له لا تلعب في الشارع. لو بنت هنقول لها ايه؟ لا تلعبي في الشارع. طيب اللي بعديها عاوزني اختار انا ونحن. انا ونحن دول ايه؟ ضمائر المتكلم. يعني ايه ضمائر المتكلم؟ انا عاوز اتكلم عن نفسي، عاوز اعبر عن نفسي او اقدم نفسي، بستخدم ضمائر المتكلم. انا مع المفرد، انا للمفرد، نحن للجمع، يبقى ضمائر المتكلم انا للمفرد نحن للجمع، وللمثنى كمان اي حاجه غير المفرد في ضمائر المتكلم بستخدم معاها نحن. طيب استطيع النجاح، هقول ايه؟ أنا أستطيع النجاح. نحب مصر، نحب يعني معنى كده إن جمع، يبقى هنقول نحن. نثق من الفوز، نثق يبقى نحن. كده سنة تالتة احنا اتكلمنا عن أسلوب النهي. أسلوب النهي هو طلب عدم فعل الشيء، بيتكون من إيه؟ لا زائد الفعل المضارع، بيكون على صيغة لا تفعل مع المذكر، لا تفعلي مع المؤنث. تعالوا بقى نكمل مع بعض. اتكلمنا قبل كده يا سنة تالتة عن درس أدواتي الشخصية. عرفنا ان الأدوات الشخصية دي هي الأدوات التي لا يمكن ان نتشارك فيها مع احد، هي أدوات الشخصية يعني أدوات الخاصة اللي ما ينفعش حد يشاركني فيها. طيب ايه هي الادوات الشخصيه دي سنه ثالثه؟ الادوات الشخصيه زي قصافه الاظافر، فرشاه الاسنان، المنشفه، ورباط الشعر، والمشط. دول بيسموا ادوات شخصيه. هما ليه اسمهم ادوات شخصيه؟ لان الادوات دي لا يمكن ان نتشارك فيها مع احد، ما ينفعش حد يشاركني او يستخدم معايا ادوات الشخصيه دي. طب ليه ما ينفعش حد يستخدم معايا الادوات الشخصيه؟ لان انا لو استخدمت ادوات شخصيه بتاعت حد ده هيسبب لي في انتقال الامراض، ده هيسبب لي في ايه؟ في انتقال الامراض. لذلك يجب ان كل شخص يستخدم ادواته الشخصيه منعا للعدوى وانتقال ايه؟ الامراض. طيب نركز هنا مع بعض. هنا مديني قطعه من درس ادوات الشخصيه وعاوزني احل الاسئله اللي عليها. تعالوا نقرا مع بعض القطعه. فرشاه الاسنان، هل هي مهمة؟ بالطبع، فأنا أغسل أسناني كل صباح ومساء. ليه بغسل أسناني كل صباح وكل مساء؟ حتى لا تسوس. يبقى أنا ليه لازم أغسل أسناني كل صباح وكل مساء؟ حتى لا تسوس. منشفتي مهمة بالتأكيد،
فالأفضل أن يستخدم كل واحد منشفته. ليه بقى كل واحد لازم يستخدم المنشفة الخاصة بيه؟ أول حاجة يعني منشفة، المنشفة اللي هي الفوطة. ليه لازم كل شخص يستخدم المنشفة الخاصة بيه؟ للوقاية من الأمراض ومنعا للعدوى، يبقى عشان أحمي نفسي من الأمراض وكمان ما نقلش إيه المرض، لو حد عنده حاجة ما يتنقليش. المشط ورباط الشعر وقصافة الأظافر كلها أدوات شخصية. قلنا ليه بتسمى أدوات شخصية؟ لا يمكن أن أتشارك فيها مع أحد، فيجب وضعها في الحقيبة. أول حاجة عاوز نستخرج أداة استفهام. طيب إيه هي أدوات الاستفهام؟ نفتكرها مع بعض: من، ما، ماذا، لماذا، أين، كيف، متى، هل، كم. طيب أنا عندي هنا أداة استفهام زي إيه؟ هل. هل أداة استفهام. طيب عاوز ضمير، هو هنا مش محدد لي هو عاوز ضمير ايه، فانا هستخرج اي ضمير موجود عندي. ضمير متكلم انا، يبقى ضمير انا نوع ايه؟ ضمير متكلم. بعد كده عاوز معنى بالطبع. معنى بالطبع يعني بالتأكيد، بالطبع بالتأكيد. بعد كده جمع منشفة. احنا قلنا منشفة يعني فوطة، جمعها ايه؟ منشف. مفرد الأظافر الظفر. مضاد صباح مساء. طيب بعد كده عاوزني استخرج لام قمرية. عشان استخرج لام قمرية لازم الكلمة تكون بتبدأ بألف ولام وبعديها حرف من حروف اللام القمرية. لازم الكلمة تبدأ بألف ولام يا سنة تالتة. طيب عندي لام قمرية زي كلمة ايه؟ زي كلمة الأسنان. طيب ياء ملكية يعني ايه؟ ياء ملكية يعني حاجة بتاعتي، حاجة انا بملكها زي ايه؟ اسناني. يبقى ياء ملكية اسناني. معنى منشفتي، احنا قلنا منشفة يعني فوطة، منشفة يعني فوطة. طيب جمع مشط، مشط امشط، جمع مشط امشط. مفرد ادوات أداة، مفرد أدوات أداة. طيب هنا عندي سؤال بيقول لي هل فرشاة الأسنان مهمة لهند ولماذا؟ طبعا مهمة، يبقى لما يقول لي هل فرشاة الأسنان مهمة؟ طبعا هقول إيه؟ نعم بالتأكيد فهي مهمة. لماذا؟ لأن هي بتغسل أسنانها كل صباح ومساء حتى لا تسوس. يبقى لماذا فرشاة الأسنان مهمة؟ لأن هند بتغسل أسنانها كل صباح ومساء حتى لا تسوس. ليه لازم أغسل أسناني كل صباح وكل مساء حتى لا تسوس؟ طيب تاني سؤال، هل المنشفة مهمة لهند ولماذا؟ طبعا برضو المنشفة مهمة بالتأكيد، يبقى هقول إيه؟ بالتأكيد. طيب لماذا؟ ليه المنشفة مهمة؟ للوقاية من الأمراض ومنعا للعدوى. يبقى ليه المنشفة مهمة؟ للوقاية من الأمراض ومنعا للعدوى، علشان أحمي نفسي من الأمراض وما نقلش إيه؟ لو حد عنده مرض ما يتنقليش عن طريق الإيه؟ المنشفة. كده اتكلمنا مع بعض عن أسلوب النهي، وعرفنا إن أسلوب النهي هو طلب عدم فعل الشيء، بطلب من الشخص إن هو ما يعملش الحاجة دي. تكون على صيغة لا تفعل مع المذكر، لا تفعلي مع المؤنث. اتكلمنا عن درس أدوات الشخصية، وعرفنا ان الأدوات الشخصية ايه هي؟ الأدوات الشخصية اللي هي المنشفة، قصافة الأظافر، فرشاة الأسنان، رباط الشعر، والمشط. ليه بيسموا أدوات شخصية؟ لأن لا يمكن ان نتشارك فيها مع أحد. شكرا ليكم يا سنة تالتة، يا رب نكون استفدنا.